بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في حلقة جديدة. اليوم إن شاء الله سوف نقوم برقية مختصرة لتشخيص أذى العين أو العينين الذي عندك أو ضعف البصر أو أي مشكلة بهما تكون بسبب إصابة روحية كعين أو أسحار أو حسد. فإن كانت المشكلة سببها إصابة روحية ستشعر ببعض الأعراض التي سنذكرها بعد القراءة، وكذلك بعد القراءة والتشخيص سنعطي برنامج قوي جدا ومجرب إن شاء الله لتفعيل مسارات الطاقة في العين، المسارات المغلقة والمتعطلة بسبب الإصابة الروحية والمسببة لأمراض أو مشاكل أو ضعف نظر في العين. وهذا البرنامج إن شاء الله يطرد أيضا أي جن يسكن العيون بإذن الله تعالى. قبل أن نبدأ التشخيص ركز وأغمض العينين واجعل التركيز في العيون أثناء الاستماع. جاهزين إن شاء الله تعالى؟ نبدأ بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله تعالج مسارات الطاقة المغلقة في العيون، بسم الله تعالج مسارات الطاقة المغلقة في العيون، بسم الله تعالج وتفتح مسارات الطاقة المغلقة في العيون، بسم الله تعالج وتفتح مسارات الطاقة المغلقة في العيون، بسم الله تعالج أي مشكلة وضعف 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 في العيون، بسم الله يسحب أي شيطان يسكن العيون، بسم الله يسحب أي شيطان يسكن العيون ويطرد من الجسد، بسم الله يسحب كل شيطان يسكن العيون ويطرد من الجسد، بسم الله يسحب كل شيطان يسكن العيون ويطرد من الجسد، بسم الله تعالج أعصاب العيون، بسم الله تعالج أعصاب العيون المتعبة من السحر أو العين أو الحسد، بسم الله تعالج أعصاب العيون، بسم الله تعالج أعصاب العيون، بسم الله تعالج أعصاب العيون، بسم الله تعالج أعصاب العيون المتعبة من السحر أو العين أو الحسد، بسم الله تفك أي عقدة في العيون وأمام العيون وضعها الشيطان، بسم الله تفك كل عقدة في العيون وأمام العيون وضعها الشيطان، بسم الله تفك كل عقدة في العيون وأمام العيون وضعها الشيطان، بسم الله تفك كل عقدة في العيون وأمام العيون وضعها الشيطان، بسم الله تفك كل عقدة في العيون وأمام العيون وضعها الشيطان، بسم الله تعالج المسارات الآن، بسم الله تعالج، بسم الله تعالج وتفتح، بسم الله تعالج كل المسارات المغلقة بسبب العين والسحر والحسد، بسم الله تعالج كل المسارات المغلقة بسبب العين والسحر والحسد، بسم الله تعالج كل مسارات الطاقة المغلقة في العيون، بسم الله تعالج، بسم الله تعالج أي مشكلة وأي ضعف، بسم الله يعالج أي مشكلة وأي ضعف في العيون الآن، بسم الله يعالج، بسم الله يعالج، بسم الله يعالج بأمر الله، بسم الله يعالج وبأمر الله يعالج، بسم الله يعالج وبأمر الله يعالج، تعالج أي مشكلة في العيون، تعالج بأمر الله، تعالج بأمر الله، ويسحب أي أذى فيها، يسحب أي أذى فيها، يسحب من العيون، يسحب بأمر الله، يسحب بأمر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا،
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما زاغ البصر وما طغى 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أقسمت بالله العلي العظيم على الجهاز العصبي أن يعالج أي أذى وضعف في العيون أقسمت بالله العلي العظيم على الجهاز العصبي أن يعالج أي أذى وضعف في العيون أقسمت بالله العلي العظيم على الجهاز العصبي أن يعالج أي أذى وضعف في العيون أقسمت بالله العلي العظيم على الجهاز العصبي أن يعالج مسارات الطاقة المغلقة من في العيون أقسمت بالله العلي العظيم على الجهاز العصبي أن يطرد أي أذى موجود في العيون أخي الكريم أختي الكريمة افتح العينين إن شعرت بنبض في العيون ألم حرارة حكة حركة سريعة في العيون تشنج في العيون شخوص في العيون أو أي شيء آخر ممكن أن تذكره أسفل المقطع فيدل أن هناك إصابة روحية في العيون فعليك باتباع البرنامج التالي الذي يكون شافي بإذن الله لأي مشكلة روحية في العيون أولا ستقوم بشراء قطرة مطهرة للعين تشتري قطرة مطهرة للعين يمكن فتحها بعد أن تشتري هذه القطرة وتفتحها إن شاء الله تعالى تقرأ عليها سورة الفاتحة 7 مرات وآية الكرسي 7 مرات وتقرأ اسم الله النور 287 مرة تقرأ اسم الله النور الله النور الله النور بهذه الطريقة تقرأه 287 مرة وتقرأ اسم الله البصير أيضا بهذه الطريقة الله البصير الله البصير الله البصير تقرأها تقرأ هذا الاسم 333 مرة إذن الله النور تقرأها 287 والله البصير تقرأها
333 مرة، وبعدها تختم بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأي صيغة 10 مرات، كل هذا تقرأه داخل القطرة وتنفث في القطرة، وتقطر العين كل يوم قطرة في العين اليمين واحدة وقطرة في العين اليسار صباحا وكذلك مساء، قطرة واحدة في العين اليمين وقطرة واحدة في العين اليسار، تستمر لمدة 21 يوم. وخلال هذه 21 يوم تلتزم بذكر بشكل يومي، تلتزم بذكر الله النور 287 مرة، وتلتزم بذكر الله البصير 333 مرة، تلتزم بهذان الذكران بشكل يومي وبهذه الأعداد مع استخدام القطرة إن شاء الله في خلال 21 يوم، ومن الأيام الأولى ستشعر بفرق كبير جدا وراحة كبيرة جدا في العيون وطرد أي عوارض تسكن العيون بإذن الله تعالى. هذا وإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.